نبتدي كلامنا مع بعض عن الثنائي المصري بيرمز وفيوتشر اللي بيشاركوا في البطولة الكونفدرالية واللي جت نتائجهم امبارح يعني متباينة. فاز فيوتشر بثلاثية وخسر بيرمز بهدف دون رد. امبارح كانت المباراتين ولو تفتكروا أول ما القرعة اتعملت تاني يوم قلت لكم هنا بالنص إن المنافس المغربي شرس وشرس جدا، مش هيفرط على فكرة في تذكرة التأهل بسهولة، وكان أول تذكرة تأهل من المجموعة أخذها الجيش الملكي من الثنائي المصري. حذرنا من حاجات كتير، حذرنا من عدم فقدان أي نقاط في مباريات القاهرة، لكن حصل، للأسف حصل. امبارح فيوتشر حقق مكسب غالي جدا على اسكو كارا بثلاثية دون رد، أحرزهم كل من علي الفيل في الدقيقة 41، مهند لاشين في الدقيقة 72، أحمد عاطف في الدقيقة 87. وقدموا طبعا رجال المدرب المجتهد الكابتن علي ماهر أداء مشرف لعبا ونتيجة، رفعوا رصيدهم للنقطة الثمانية بالتساوي مع فريق بيراميدز. طيب في المقابل بيراميدز عمل ايه؟ بيراميدز خسر أمام الجيش الملكي بهدف في الشوط الثاني، وغابت حاجات كتير جدا عن المباراة، غابت الخطورة بشكل كبير جدا على مرمى أصحاب الأرض، والحقيقة أنه ظهر لاعبي بيراميدز بشكل هقول أنه هو كان غير مترابط تماما، مع أن نتيجة التعادل كانت في صالحهم، ولكن الشكل العام في الملعب ما كانش أفضل شيء. الموقف دلوقتي بيقول إيه؟ الموقف دلوقتي خلاص أمر واقع، فريق مصري واحد هو اللي هيتأهل من المجموعة مع الجيش الملكي واللي تصدر وبقى عنده 10 نقاط. آخر مباراة هيلعب مع اسكو كارا، يعني الموضوع منتهي تماما في الحدوتة دي، متأهل أول المجموعة بدون أي أزمات وقبل الجولة كمان الأخيرة. موقفنا احنا ايه؟ موقف فرقنا المصرية ايه؟ ده اللي محتاجين نوضحه معاكم ونشرح لكم دلوقتي الحدوتة هتمشي ازاي. ولكن فريق مصري واحد اللي هيتأهل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. الثنائي بيراميدز وفيوتشر كل واحد منهم 8 نقاط. بيراميدز عنده 8 أهداف وعليه 5. فيوتشر عنده 7 أهداف وعليه 4. في حالة التعادل السلبي في المباراة اللي جاية ما بين بيراميدز وفيوتشر اللي هي مباراة بيراميدز، هيتأهل بيراميدز، لأن وقتها هيتم الاحتكام لنتيجة المواجهات المباشرة ونتيجة مباراة الذهاب في ملعب السلام واللي انتهت وقتها بالتعادل 1-1. يعني هدف بيراميدز هيحسب وقتها بهدفين، وقتها هدف بيراميدز هيتحسب بهدفين. طيب في حالة التعادل بنتيجة 1-1 هيبقى الثنائي تساوى في كل شيء، هيتم الاحتكام لفارق الأهداف، بيراميدز مسجل 8 وعلي 5، فيوتشر مسجل 7 وعلي 4، يبقى هيتأهل بيراميدز، يبقى دي فرص بيراميدز. فرص فيوتشر عاملة ازاي؟ امتى يتأهل؟ يكسب بأي نتيجة، يكسب بأي نتيجة أو يتعادل 2-2، اي نتيجة غير كده معناها ان بيراميدز اللي تأهل. ده السيناريو. كنا بنتمنى ان احنا نقول حسابات تانية غير دي، كنت بتمنى اقول معاكم انه عندنا فرقتين مصريين هما الاتنين يتأهلوا، سواء اذا كان بيراميدز او فيوتشر، كنت بتمنى خلاص ان احنا يعني نقفل الحدوتة دي، لكن خلاص هنفقد فريق مصري تاني في البطولات الإفريقية. وهقول شابو للفرق المغربية قبل نهاية الجولة السادسة. اتأهل رسميا 3 فرق، منهم 2 في دوري الأبطال، قطبي العاصمة الوداد والرجاء، وفريق في البطولة الكونفدرالية وهو الجيش الملكي المغربي. أداء مميز إفريقيا، ثبات في المستوى، عارفين هم عايزين ايه. أرجو أن احنا نراجع نفسنا،
ونراجع حساباتنا من جديد عشان ما نوصلش للجولة الأخيرة ولسه منتظرين تأهل الأهلي وتأهل واحد من الثنائي بيراميدز أو فيوتشر.